إن الله وملائكته يصلون على النبي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في صحيح الجزء الثاني من الأسئلة. قلنا البارح كملنا في السؤال الثالث، اليوم إن شاء الله 4000. قال كحل في المجال صرف يساهم المعادلتين اف اكس يساوي صرف و اف اكس يساوي اكس. دونك هنايا هاد الحلول المعادلتين عندهم واحد الدور اللي غادي نشوف فين غيكون هاد الدور. عندنا اف اكس يساوي صفر، اف لاكس يساوي صفر تكافي ان جوج اكس ln اكس ناقص جوج اكس كيساوي صفر. هنا كاين عامل مشترك هو جوج اكس، عامل ln اكس ناقص واحد كيساوي صفر تكافي ان جوج اكس كيساوي صفر او ln اكس ناقص واحد كيساوي صفر، اي ان اكس كيساوي صفر او ln اكس كيساوي واحد. باش حيت ln كتدخل ليكسبونسيال يعني اكس كيساوي صفر او اكس كيساوي او. ولكن نرد البال، عندنا حل في صفر بلس لافيني وصفر المجال مفتوح. تقول بما ان صفر لا ينتمي الى صفر بلس لافيني إذن S كيساوي و كتبتو هنا و أو كينتمي لصفر بلس لافيني، إذن S كيساوي S واحد كيساوي غ أو. ورد البال المجموعة اللي عطاو صفر بلس لافيني. غير ندوزو للثاني، قالاش ديال F إكس يساوي إكس، يعني F إكس يساوي إكس تكافئ حتى هي جوج إكس ln x ناقص جوج x كيساوي x. غير نحول هذا لهذا الطرف هنايا، يعني جوج x ln x ناقص جوج x ناقص x كيساوي صفر، يعني جوج x ln x ناقص 3 x كيساوي صفر. بنفس الطريقة هي غادي نعمل x جوج ln x ناقص 3 كيساوي صفر، إذا تكافئ أن x كيساوي صفر أو جوج ln x ناقص 3 كيساوي صفر. هنايا يبقى x كيساوي صفر او ln يساوي 3 x كيساوي صفر او ln x كيساوي 3 على 2. هنايا x كيساوي صفر او x كيساوي ليكسبونسيال 3 على 2. بما ان كذلك صفر لا ينتمي الى صفر بلس لافيني و e 3 على 2 ينتمي الى صفر بلس لافيني، اذا S كيساوي E أس 3 على 2. ولكن أنا ما كيهمنيش تخريج ديال الأسئلة. أول حاجة أشنا هي الفائدة باش عطاونا الحلول في صرف بلس لافيني؟ F إكس يساوي صفر يعني تقاطع سائل مع محور أبسط. فاش غنمشيو نديرو الإنشاء ديال الشكل، أن المنحنى السعف يقطع محور الأبسط في النقطة التي أفصلها E. ولكن المشكل اف اكس يساوي اكس عندك جوج، يا اما كيعطيك المتتاليات داخل الداله، والمتتاليه داخل الداله كتكون النهايه ديالها هي حل المعادله ديال اف اكس يساوي اكس، اذا هذا هو الهدف ديالها. او الا طمنك شنو الداله العكسيه وقالت لك ارسم ديك الداله العكسيه 100%، هاد المنحنى يقطع المنصف الاول في النقطه داخل الأصول ليكسبونسيال أو 3 على 2. هادشي اللي خصنا نردو له البال، الفائدة من الأسئلة وليس التخراج. كاين الفرق بين الفائدة للأسئلة، أشناهو الامتدادات ديال هاد الأسئلة، فين غادي نحتاجوهم. السؤال اللي وراه قال لك أنشي المنحنى، يعني السؤال هذا السؤال باء، أنشي المنحنى باء، أنشي المنحنى سأف في معلم متعامل منظم، وعطاونا ليكسبونسيال 3 على 2 تقريبا هي 4.5، وعطاونا المنظم ديال اي كيساوي 1 سنتيم. اول حاجه غادي نرسم المعلم بالوحده اللي عطاو 1 2، هذه هي اي وهذه هي جي، هنايا
جوج ثلاثة هنا جوج ثلاثة ناقص واحد ناقص جوج هنا ناقص واحد ناقص جوج فهمنا شنو التأويل الهندسية التأويل الهندسية عطيناها لنا في الأول قضية الشقاق قضية الشقاق اش كنقول مشينا للسفر ولقينا الصورة ديالو بصفر ولقينا السقف يقبل نص مماس عمودي موجه نحو الأسفل يعني هنا السفر هو نص مماس عمودي موجه نحو الأسفل كذلك المشقة إلا كان كتنعدم وعندنا كتنعدم المشقة واحد إلا لقينا كتنعدم دائما يقبل مماس أفقي لقينا واحد الصورة ديالو ناقص جوج هنا هو مماس المشقة إذا كانت كتنعدم يقبل مماس أفقي وعلى القناة قلنا هذا في الأف إكس يساوي صفر يقطع محور الأفاصيل في النقطة التي أفصل أو أو تقريبا 2.71 يعني غتكون هذه أو تقريبا هنايا أو هذه البوان يعني المنحنى وعندنا فعل شجريا في اتجاه محور الأرتين إذا عندك الرتابة كيدايرة هنايا تناقصية هنايا تزايدية وما من أو وفرعا شجميا في اتجاه شنو محور الأراتيب في الحالة كملنا الإنشاء وغنخليه باش نرسمو الدالة العكسية السؤال اللي وراه باستعمال مكاملة بالأجزاء باستعمال مكاملة بالأجزاء شوف عندكم نتوما كاتبهم ثلاثة يا إما ألين مع بولينوم ولا ليكسبونسيال مع بولينوم ولكن حنا غنديرو بصفة عامة باستعمال خامسا ألف باستعمال المكاملة بالأجزاء بين أن واحد أو إكس ألم إكس دي إكس يساوي واحد زي أو كاري بلا المكملة بالأجزاء دائما تخدم بشنو بالخاصية أول حاجة على الدوال دائما وحدة تكون أو بريم وحدة تكون فيليكس إذا كان ألان دائما كتخدم هو فيليكس يعني اش كنمشي كندير ليه المشقة والمشقة ديال الألان هي إكس بريم على إكس هي واحد على إكس و أو بريم غناخد هي إكس اش غنمشي ندير لها الدالة الأصلية الدالة الأصلية هي إكس كاري على جوج وكنطبق الخاصية هي من أ حتى الأو حتى إكس ألان إكس دي إكس كيساوي بي فوا بي بي فوا بي يعني إكس كاري على جوج ألان إكس من واحد أو ناقص تكامل بي فوا بي بريم يعني أن سو إكس هو إكس كاري على جوج دي إكس من واحد أو هذا محسوب تكامل دائما خصك شنو دير شي اختزال الا عندك اختزال بحال هنا كاين اختزال اكس هنا غنعوض غنعوض او هي او كاري على جوج اللوغ تاع او الان او هو واحد دائما اللي بغيت تعرف الان تاع او اس ار هو واحد ار هنايا او اس واحد هنا كاين واحد يعني اللوغ ديال اس واحد هو واحد ناقص واحد او كاري على جوج الان واحد هو صفر اذا هذا كان غيمشي كيبقى لي ناقص هنا نختزل واحد او اكس على جوج دي اكس اش كيعطيني كيعطينا او كاري على جوج هذا مشى ناقص عندنا اكس هذا عدد ما عندكش مشكل هنا اش كيولي عندك اكس كاري على جوج ولكن فينا على جوج مقام يعني اكس كاري على 4 ناتج من واحد او وحسب دابا عادي هي او كاري على جوج ناقص نفتح قوس لان ناقص ديالهم فوق كامل او كاري على 4 ناقص واحد على 4 اللي كتعطيني هي او كاري على جوج ناقص او كاري على 4 زائد واحد على 4 نوحد المقامات هنايا ب 4 هنايا جوج او كاري ناقص او كاري زائد واحد اللي كيعطيني او كاري زائد واحد على 4 وعطاكم شنو عطاكم حتى القيمه ديالها باستعمال مكمل الاجزاء دائما انا كندير لي مشقه شوف انت عارف لي جوج حوايج البولينوم الا كان مع الام
الاله دائما كندير لها مشقه والبولينوم كندير ليه الداله الاصليه. الا كان البولينوم مع الاكسبونسيال فرق، البولينوم كندير ليه المشقه والاكسبونسيال كندير ليه الداله العكسيه. هنايا وصلنا استنتج القيمه ديال واحد لا او ديال اف اكس دي اكس، غنخلي الشكل ما نمحيش لان غادي نحتاجو فاش الداله العكسيه. قال لك استنتج القيمه ديال التكامل من واحد او واحد او ديال اف اكس هنايا ب إن استنتج أن تكامل من واحد أو تاع إف إكس دي إكس هنايا إن استنتج تكامل معاك ماشي قيمة ديالها أش كيساوي؟ هي واحد أو إف إكس هي جوج إكس ألان إكس ناقص جوج إكس دي إكس. هنا عندك الحق تفرق التكامل لأن عندك هذا بيناتهم موا ولا بلوس، يعني عندنا الحق نديرو من واحد حتى لأو جوج إكس ألان إكس دي إكس ناقص تكامل واحد أو جوج إكس دي إكس. راه واحد القضية، راه إلا مدرتيش دي إكس راه ممكن أستاذ يعتبرها خطأ، لأن دي إكس ضروري خاصها تكون في التكامل غير بغا يتساعد معاك. يعني هنايا غنخرج جوج تكامل من واحد أو تاع إكس ألان إكس دي إكس ناقص دال الأصل هنا نقص واحد زيد واحد نقسم عليه هي جوج إكس كاري على جوج وغنختار تبع شنو جوج. هادي لقينا القيمة ديالها هي جوج عامل أو كاري زائد واحد، لقينا أو كاري زائد واحد لأربعة ناقص هنا نختار بجوج كتبقى عندي إكس كاري من واحد أو وعوض هي أو كاري زائد واحد على جوج هنا نختار بجوج ناقص أو كاري ناقص واحد اللي كتعطيني او كاري زائد واحد على جوج ناقص او كاري زائد واحد اللي كيساوي او كاري زائد واحد ناقص جوج او كاري زائد جوج مقسوم على جوج اللي كتعطيني في القيمه ديالها هي ناقص او كاري زائد ثلاثه على جوج. هنايا كملنا السؤال باستعمال، هو بنادي التمرين الاول قال لك استنتج عوض اف اكس بالداله ديالها بيناتهم ناقص ولا زائد عندك الحق تكتب التكامل ورد البال دي اكس، يعني فاش كتقسم يمكن تزيد دي اكس. هذا خرج جوج هذه ديجا كتبناه هو هذا لقينا او كاري زائد واحد لاربعه، وهنايا الداله الاصليه ديال جوج اكس اس واحد هي اكس كاري على جوج اختزت بجوج عوض هي او كاري ناقص واحد دخلت ناقص هنا دخلت هنايا وحدت المقامات او كاري زائد واحد ناقص جوج او كاري زائد جوج يا ناقص او كاري زائد ثلاثه على جوج. هذا بالنسبه للمكامله بالاجزاء وكذلك وحسب التكامل ديال اف اكس التكامل ديال اف اكس. 6000 قال لك استنتج ان اف تقبل قيمه دنيا ولا حدد باردون حدد القيمه الدنيا ديال اجزاء اف اكس. اش عندنا 6000 ليحدد القيمه الدنيا الدالة اف على المجال صافي بيستنتج عندك تايا الجدول ديال التغيرات عندك هنا صفر وعندك تناقص هنا صفر هنا عندنا واحد هنايا ناقص جوج وهنايا عندنا بلوس لافيني ناقص جوج هي القيمة الدنيا انطلاقا من جدول تغيرات دالة اف فإن ناقص جوج هي قيمة دنيا لجيل اكس لا باردون هي اف اكس ومنهم اف اكس أكبر من أو يساوي ناقص جوج مهما يكون اكس كينتمي إلى صفر بلوس لا لافين. قيمة الدنيا هنا مفتوح عطيني المجال مفتوح هنايا فإن ناقص جوج هي قيمة الدنيا لا اف اكس. لهذا من السؤال هو استنتج أن نستنتج أن الان مهما يكون اكس كينتمي لصفر بلوس لافيني عندنا الان اكس أكبر من يساوي اكس ناقص واحد على اكس. يعني استنتج انطلاقا من هذا اش عندنا؟ لدينا
FX أكبر من أو يساوي ناقص جوج. FX شناهي هي جوج X ln X ناقص جوج X أكبر من أو يساوي ناقص جوج. غنحولها لهنا يعني شنو جوج X ln X أكبر من يساوي جوج X ناقص جوج. وغادي نختازل ولا غادي نختازل جوج X ولا ولكن بشرط هنايا اذا شو غنكتب ln x اكبر من يساوي جوج x ناقص جوج على جوج x لان جوج x اكبر قطعا من زر. راه اذا كان سليم شنو نطيرو اذا كان سليم الا قسمت عليه راه كيدير عندنا الرمز بقى عندنا اي عندنا غنختزل بجوج ومنهم عندنا ln x أكبر من أو يساوي x ناقص واحد على x مهما يكون x أكبر قطعا من زيرو. وهذا هو السؤال اللي طلبوا لكم يستنتج يعني السؤال الأولى. هنايا كملنا من السؤال 6 حتى السؤال 4 باردون حتى السؤال 6 موراها غندخلوا الدالة العكسية. الدالة العكسية رديها البال اش كيقولنا في السؤال؟ عندكم انتم السؤال يا إما بين أن تخبروا الدالة العكسية وكذلك بين أن f موان زر قابل للشقاق فوق العدد وهذا اللي غنديرو إن شاء الله في التمرين. أش عندنا؟ قالك ليكون جي تابعا ليكون جي قصور f على المجال واحد بيش نتيجة. هاد قصور أش عندنا؟ يعني أن f إذا رجع في المجال ديال على واحد بيش نفين يعني F إذا رجع قصور يعني خديت غير واحد طرف منها يعني G إذا رجع F واحد بيش نفين ولكن ممكن تي G في مجال آخر ما تكونش هي F دوك رد البال هنا غادي نقول لك بين أن تخبروا ديال العكسية فاش غتكتب نعلم لدينا G متصلة و واحد بيش نافيني في الرتبة وتزايدية قطعا على واحد بيش نافيني علاش؟ لأنها قصور دالة F متصلة وتزايدية قطعا على واحد بيش نافيني. إذن فإن ج تقبل دالة عكسية ج موانزا معرفة على ج فالج هو الصورة ديال المجال يعني الصورة ديال واحد بيش نافيني بلا ما تحاول تكمل رد البال غلطة عندك الرتابة التزايدية وحسبنا ج لواحد هي اف لواحد وحسبنا بيش نافيني هي ديال اف جي لواحد لقينا ناقص جوج و بلوس لافيني لقينا بلوس لافيني. هذا هو السؤال ديال بين ان جي تقدر دير العكس جي موان زر معرف على جي يتم تحديده. بقى لنا الانشاء ديال سي جي موان زر. سي جي موان زر ضروري خصك ترسم المنصب الاول. المنصب الاول هو وهذا هو النقطة اللي لقينا قبيله لقينا داروا لنا ليكسبونسيال ديال 3 على 2 فدرنا حول المعادلة اف اكس يساوي اكس اذا 4.5 غتكون 4 هنايا 4 وهنا 0.5 هذه هي اوس 3 على 2 فاش هالسؤال كيقطع شنو هاد المنصب الاول اللي هو ايكغراك يساوي اكس اذا حتى سي جي موان زان كيقطعوا في نفس النقطة يعني النقطة حتى هي غيدوز هنا ديال سي جي موان زان ولكن مثلا بغيت ترسم غنقول حتى بيش نافين واحد الصورة ديال شحال ناقص جوج إذا شاوي عندك أنت كيدير الأفصول كيولي شوف المتناهي ديال النقطة أ بي أ بريم كتولي بي أ يعني الأرتوب الأفصول كيولي هو الأرتوب
والأرجل كيولي هو الأصول. عندك هنا واحد ناقص جوج، إذا غتكون هنايا ناقص جوج واحد، ناقص جوج، ناقص جوج واحد هنايا النقطة، النقطة. أش عندك هنايا؟ نصف مماس أفقي كيولي نصف مماس عمودي، يعني لا شكل. يعني رد البال، إذا كان نصف مماس أفقي كيولي عمودي، ولكن عمودي كيولي أفقي. وكيقطع هنا أو صفر أو، يعني غتولي هنا أو صفر، كتولي صفر أو، صفر أو تقريبا هنا. يعني وبنفس الشكل غيولي هنايا غادي 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 غادي، تقاطع هنايا ها هو، هذا هو الدالة العكسية ديال الإنشاء ديالها. كنتمنى تعاودوا التمرين، تحفظوا الدورة الصدرية، وكنتمنى لكم إن شاء الله التوفيق التوفيق. ومعدنا الحصة ولا الفيديو الثالث اللي غادي يكون فيه مراجعة مساعدة في الدالة وبعض الإرشادات اللي خصك ترد البال. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.